النهاردة معانا أغنية تم إصدارها من 2019. الأغنية دي بتعمل عليها ريفيوز بتعمل عليها رياكشنز، بس للأسف أنا محبط جدا من الرياكشنز وديسابوينتد جدا من الرياكشنز اللي أنا شفتها على الأغنية دي. الأغنية طلب مني في الكومنتس منكم أنتوا من ناس كتير في الكومنتس إن أنا أعمل عليها رياكشن أو إن أنا أعمل عليها نقد. أولا خليني أشكركم أنتوا كل الشعب السوداني وكل شعب الوطن العربي ان انتوا بتساندوني وان انتوا حابين المحتوى اللي انا بقدمه وان انتوا بتنتقدوا المحتوى اللي انا بقدمه، وانا يهمني تصحيح انتقاد لما اقول حاجه صح او اقول حاجه غلط. اشكركم على ده. زي ما قلت الاغنيه دي انتجت 2019، والاغنيه دي من الناس اللي عملت عليها رياكشنز ما خدتش حقها. انا شايف انه تم اهدار الاغنيه دي بشكل غير لا يستحق، لان الاغنيه دي من اقوى واصعب الاغاني اللي انا سمعتها حياتي. ناس كتير تفكر انه الرابرز اللي في السودان او الرابرز الموجودين في السين السوداني عادي زيهم زي اي مكان تاني في الوطن العربي. بعد سماعي للاغنيه دي انا اؤكد لك ان ده مش صحيح. راب السين السوداني مختلف تماما على اي راب تاني مقارنه باكبر الاسماء في الوطن العربي، ابتداء من ويجز، مروان موسى، احمد مكي. الاغنيه اللي انتوا عارفينها وسمعتوها قبل كده كذا مره وانا مؤخرا بس سمعتها صدمت، لانه فيها اندر دوجز، مواهب قاتله. انا بلوم الناس اللي عملت رياكشن الاغنية دي، وبلوم الناس صانعي المحتوى اللي عملوا رياكشن الاغنية دي سواء عرب او اجانب. محدش فيهم ادى الاهتمام الكافي للاغنية دي او للجوهرة دي اللي اتدفنت او لسه مدفونة، ومحدش انتبه على الكلام اللي جواها، لانه مش اي حد هيعرف يلقط كل الكلام اللي في الأغنية. كل الرياكشنز اللي أنا شفتها كل الرياكشنز اللي أنا سمعتها ركيكة. المرة دي لازم تركز معايا، الأغنية طويلة ويلا بينا. ما تنسوش في آخر الحلقة تعملوا سبسكرايب وتعملوا فولو لايك او حتى ديسلايك لو مش عاجبكم الاغنيه، واكتبوا لي في الكومنت ايه الاغنيه الجايه اللي عايزينها، والاغنيه اللي هلاقي عليها اكتر لايكس هي اللي هيتعمل عليها حلقه جايه ان شاء الله. يلا نبدا. الاغنيه طويله والموضوع كبير جدا. بروكلين هيتس شاب سوداني. اهم حاجه في الاغنيه ايه؟ هي اهم حاجه الراب والارتست بيكون جاهز ان هو يبدا يشتغل ويعمل رابنج عليها ويحط عليها البارز بتاعته، اللحن، البرودكشن، البروديوسر. والبروديوسر اللي احنا بنتكلم عليه في الاغنيه دي هو العمود الفقري اللي هو خلى تقريبا 7 دقايق من الرابرز يتجمعوا ويطلعوا عصارة رأيهم الفكري الأغنية دي. بيرجع مشكورا لبروكلين هيتس، وعشان كده أنا عايزكم تركزوا الأول قبل ما أبدأ الأغنية بده. بس المستوى اللي انا سمعته ده غير طبيعي، تعالوا نشوف. اول بار هينزل من جي صالح. جي صالح بدأ الاغنية وقال خليني اديك الزيت وخليني اديك المفيد، ولا اقول لك استنى خليني ادي لك طبق الفول والخبز او العيش. السودان ارض السمر، يعني ارض العظماء، يعني انا واحد من العظماء. الموضوع قابل للمناقشة، الموضوع قابل للمجادلة. احنا كسودانيين الناس هنا في امريكا بيورونا الحب كأنه قانون. اعمل معنا اي خطأ وهتكون غلطة حياتك. كنت بروح كل صيف، اولاد عمامي اولاد عمي اولاد خالاتي كانوا كلهم بيطلعوا فوق بعض على الركشة. الركشة هي وسيلة التنقل الصغيرة زي حاجة في مصر بنسميها التوك توك، وكل ولاد عمي بيتكركبوا فوق بعض عليها في المواصلات. كنت بستخدم تقريبا 20 لبسة، واللبسة هنا معناها منظف حمض البنزين، ده منظف قوي للتنظيف. من كتر حفلات الزفاف ومن كتر الحفلات والرقصات او الرقصة، ناس كتير بتتكلم عليا وبيقولوا عايزين يخلصوا عليا. والله انتوا بتضحكوني. في بنات بيخشوا عليا كتير قوي على الدي امز وعلى الانترنت، بس انا قلت لهم انا عايز كندكة. كندكة بما معناه الملكة النوبية، وفي معنى تاني بتستخدم هي انتفاضة السيدات او الستات السودانيات من القهر والظلم اللي كان موجود في السودان. بس كندكة هنا لما استخدمها يقصد بيها الملكة النوبية، مش عايز كل البنات دي، هو عايز ملكة نوبية كندكة.
ويتلم الشمل ونجمع بعضنا. في منكم لسه الحاجات دي بالنسبة له جديدة، بالنسبة لي الموضوع ده قديم. تحية كبيرة الباس وتحية كبيرة البروف. أنا معايا العصير والخلاصة كلها ليمون للأسف، والليمون طعمه مر، وأنا بيقول الليمون لأنه ده وقت حرب، وقت شدة، فكل اللي معايا للأسف ليمون. مفيش وقت للمناقشة هنا في الـ 249، والـ 249 هنا مش قصده بيها الرقم التليفون أو الكود التليفوني للسودان. 249 بقت رمز اللي هو يكون جزء من الانتفاضة والحضارة نفسها السودانية، فاسمها 249 مش مجرد رقم تليفوني أو كود تليفوني. إحنا هنكبر زي برج خليفة. حد يحط الميوزك دي أو البيت دي في الميوزيك، حد يحط الميوزك دي او البيت دي في المتحف. من كتر ما البيت دي حلوه والميوزك حلوه حطوها في المتحف. خدوا البارات بتاعتي بسرعه القويه دي رجعوها الفريزر تاني، لان هي بارات تلج ومن كتر ما هي قويه رجعوها الفريزر. اطلع انط من الجيب اللي انا ركبها وهصرخ واقول مدنيه. Actually, here go to play with the fool in the ash. Sudan, now, that mean the land of the blacks. That mean the home of the greats. That mean I'm one of the greats. Hey, that shit ain't up for debate. People show love like it's low on the state. Fuck what is wrong and you made a mistake. I remember I used to go every summer. Cousins pile up in that extra. Used to go through 20 lepsas from all the weddings and parties in Rexus. Niggas is talking about smoking me while all you niggas is making me chuckle. And shorty's been bugging me all in my DM. I told him I need a Kendeka. Heal the community. Usually form opportunity. Some of this new to you, none of it new to me. Ready to blow like I'm about to hit puberty. If it ain't unity, none of it cool. I've been in Phoenix, get back in the booth. Shout out to Boz and big shout out to Proof. Shout out to Hoz, what it do in the do. I got the juice all lime. Ain't nothing sweet when it's wartime. Ain't no debating 249. Some of the greatest of all time. We going out like the Burj Khalifa. Someone should put this beat in a museum. Pack up my flow, put it back in the freezer. Hop out the whip while I scream under Nia. الأسطورة التانية اللي معانا في الأغنية Too Dope. Too Dope عملنا له فيديو قبل كده في القناة هنا، كلكم عارفينه. نزل ببار قوي جدا، تعالوا نسمع اول جزء منه الاول. Real shit, I got sauce, relish dip, kingdom kush, I am king, I rhyme my lyrics are relics, bitch. Yeah. انا جاي ومعايا الصوص، معايا البهاريز، انا في مملكة الكرش، انا الملك. انا بكتب الليركس بتاعتي على اثار كبيرة، بسمع الكلام اللي انا كاتبه وبسمع الكلام اللي زمايلي كاتبينه وبحس ان انا في حالة هوس. ولما اجمع كل الكلمات دي كلها في جملة واحدة تبقى جاهزة هرميها في وشك. كفاية كلام السوشيال ميديا دي مسخرة وضحك. لو انت هتعمل فلو انا اوفر فلو، انا هغرقك. تو دوب معناها ان انا اوفر دوزد. عقلي دايما مش ثابت في مكان، وبيتحرك وبيطلع وبينزل، رولر كوستر. وشي ظاهر في كل الاعلانات، في كل البوسترز. لساني زي السلاح مش محتاج جراب. عيلتي زي الكوزا نوسترا. الكوزا نوسترا هي العيله السيسيليان او المافيا السيسيليان الايطاليه. بيقولوا ان عيلتي ملتحمه ببعض ومتمسكه ببعض زي الكوزا نوسترا. مين اللي نفسه يروق بس مش قادر يروق؟ انا بتحرك من مكاني، انا مش ثابت زيك، ما بقعد في مكاني. جيتكم تاني. لما بيعيد تاني مرتين مش معناه ان هو بيكرر الكلمه، ان جيتكم تاني. انا جايكم مره تانية وهتني او هعوج. اخوك يفك الكلام معاني. تو دوب تمثيل لاي شاب سوداني في اي حته في العالم، او اي ريبريزنت اي شاب سوداني في العالم. Really shit, feel it shit, it makes me a menace. When it's in a sentence, then it's finished. Then I end up spitting it in your face. Your social media jokes, you flow, I overflow. Too dope, that mean I overdose. My mind is on a roller coaster. Face appearing all the poster. Tongue like a gun, don't need a holster. Family's like the Cosa Nostra. The one with the most appeal. Who likes to chill, but likes to chill. I'm making moves, you staying still. ما بقعد في مكاني. جيتكم تاني. أخوك بفك كلام مليان معاني. أخوك بفك حكم في نص أغاني. Too dope, I rap لأي زول سوداني. أصلي أسي حاسي إني ملك زماني. Even though كله ما عليها فاني. كلامي كله ما علينا منه ما هعيده تاني. Too dope. الليجند اللي بعد كده اوديسي. اوديسي جاب من الاخر. انتوا جايين تتكلموا عن ايه بالظبط؟ مخي اتصفى من الرجيم الدولي. ما بنطلعش نركز وننشن على الناس، احنا بنطلع نمشي عادي في الشارع، وبنطلع بقلب مفتوح وبنطلع بصدر مفتوح في الشارع. الرصاص هيجي خليه يجي، مهما ضربنا ونزلنا في الارض برضه نرجع نقف تاني، وعمرنا ما خلصنا. ولما تعرف الحب والمؤاساة عمرك ما بتشيل الهم والوجع. خلي الطرق تعوم وتتغرق. لكن موسم المطر جه بدري بس مليان بدم اهلي، بس ستاتنا ورجالتنا اتكلموا وده السبب وده الهدف. من كتر خوفك حبيت تشتري الامان. احساس عارفه كويس لما الواحد يبدا يعيط. لو حابب تنتهي من الحكم ومن الذل في الحكومه اعملها وانت قاعد. خلي العالم يتفرج على المذابح اللي بيعملوها، وعود فاضيه وحلفان باطل، صور حشود الناس قدام عيني. عمري ما هقدر انسى الصوره دي من عينيا. What exactly is we talking about? Four
Lord sent you with the awkward doubt. All the men to the parliament, steady parting men till they throw a drought. Brain Jane from the regime, we ain't take game, we just walked it out. Never run, let the bullets come, we gon' name names, shit, we call them out. Clever ones, governments try to meddle some. Wanna keep us down, but we are the sun. Beaten to the ground, but we ain't never run, then the pedal sprung. From the dirt, shoulder shrug to a rosebud. From the hurricane and summer work, when you know love, you don't plunder worth. Let the streets flood like the rain season came too soon. With the blood of folks and the women spoke, and it came reason in the true bloom when the mud was soaked. Ideas, yeah, it's really, really live here. Overseas, you tried to buy fear. Familiar feeling when we cry tears. Guessing, working, see your time near. This now, thought of overthrowing, this is how. Stand up to them sitting down. No retaliation, it's a strategy. Let the world witness all this savagery. Empty promises and they missing vows. Images of a living crowd. Let me see you try to smell. Lil Joe. أكبر غلطة اتضح إني مرقت، قايل ما في أمل قمت شرط، لما ظلمت الناس وظلمت نفسي وما عملتش حاجة وسكت، بس الثورة قامت تاني ومفيش تراجع، ناس في قلوبها شايلة سنين مراجع، مش كتب ولا ورق، مراجع، الراجل ده كان ظالم وقاتل ناس كتير، أندكا وكداكا وقفات سنادة، أندكا اللي هي كلمنا عليها اللي هي الملكة النوبية أو الانتفاضة النوبية أو الانتفاضة السودانية في نفس الوقت، وقفات سنادة، وقوفي ورا الناس دي معناها الرجولة، مش دول اللي كان بيقولوا عليهم عطالة، يا عم امشي من هنا انت حالتك بطالة، كان يقول على نفسه سنة لكن اتضح ان هو سنة، في فرق بين السنة فرق بين السنة، السنة هو قصده هنا فيها السينر او الكافر او اللي بيرتكب جرائم او اللي بيرتكب فدائح، السينر بالانجليزي، بس هو عملها سنة عشان تمشي مع الفلو. اتضح اني مركت قايل ما في عمل كنت شردت، ظلمت الناس ظلمت نفسي معاهم لما خدت العطا وانا حردت، ثورة قامت تاني ما في تراجع، ناس في قلوبها شال سنين مواجع، صدق كان ظالم كتل الناس كتار الله يقضي بشينا ما دارين دمار، كنداكا وكنداكا وقفات سندالة شفاتي ورا الناس معنا الرجالة، مش دايرك كانوا بقولوا عليهم عطالة يا عم قد خارج حالتك بطالة، زمان قال انصار سنة اتضح انه انصار سنة، لو كانت في يدك خليها ليك يا ما في زول داير جنة، غشيت الناس بالمعارك السهلة، شوفوا ديلك صوفية وعالم جهلة، جامع كله بيضحك عامل ظريف انت زيد في العوارة برضو فكارك باطلة، اتكشفتوا لفيكم ظاهرة كذب كتير والناس عارفة، الناس شايفة لكن صابرة، صوت الرابعة ناس جدوم النايرة، قالوا ما في حاجة والدنيا فايرة، هتمشوا وين لما تدور الدائرة، مبدل حاجة سفلي بري، شفنا اللي منجي كيف يجري، حرية سلام وعدالة شعار ده في دمنا بجري، لو ما شفناها مدنية مية مية ثورة لسه لسه بدري. نقف هنا عند اهم واحد في الاغنية دي، الشخص ده AKA كيز، جوهرة مدفونة في السودان، هي واضحة وناس كتير عارفين اسمه، لان اللي عمله في الاغنية دي انا ما سمعتوش في اغنية تانية عربية بحياتي غير مرتين، مرة من احمد مكي ومرة من AKA كيز، غير كده الفلو ده بالطريقة دي ما تسمعش وما شفتوش حتى منه هو في قناته على اليوتيوب، ما سمعتش الفلو الاسلوب ده في اغاني تانية، معظم اغاني تانية حاليا هادية شوية، اوتو تيون، روقان، بيكلم عن الحب، كذا كذا كذا، دي طلع من جواه وحش كاسر. اتفضلوا، شكرا على الاستماع، خلينا نقدم لكم نفسنا مرة تانية، احنا ارواح الشهداء اللي في النيل والدم اللي مات والروح النوبية، بص كويس انت بتبص على اخر فرعون عايش ماشي في وسط البشر، معايا مفاتيح المستقبل والدليل ان انا دمي سوداني، روح اعمل لها جوجل، واقف لابس لبس بلدي، ما تخلينيش اقل ادبي، قالوا ما عندوش قلب، قالوا عليا دواد مغترب انا مالي ومالهم، كلامهم بقى كتير بس بالامانة كده بدأنا بدون نصيب، انا برأيي اسيبهم في سكتهم دي خليها عشان بسيطة، قالوا لينا مجال ونشوف طريقة، اول ما ابدأ مفيش عوج، انا الزول بريد، بريد يقصد فيها ان هو بارد وهادي واعصابه هادية، عدم امانتكم عشاني مرتاح نفسيا، طز فيكو، المهم انا مش مهتم بيكو، خليني اديكو شوية ترجمة انجليزي، خليني اشوف المشكلة اللي عندي مع الشخصية دي، لا اتفضل كامل بالطقطقة وحنك اللسان بتاعك، بس مش مهم انا بكبر وبقيت راجل، من كتر الراب الباتل اللي انا بعمله هعمل دورية حواليكو والف حواليكو، كل الاصوات دلوقتي ليها معنى لانكو برا القعدة، لسه قاعد بدندن زي الناي، مع ان عيلتي خلاص على وشك الفقر، ارضي بتغلي زي الحليب اللي على النار، انا وانت مفيش اي تشابه بينا، انا ملتزم باصلي. Thank you for tuning in. Allow me to reintroduce again who this is. I am the spirit that harnessed the blood of the martyrs, the soul of the Nubians. Nigga, this isn't a movie. You looking at the last living pharaoh to roam with the humans. And I got the key to the future, the proof in my pseudonym. Go ahead and Google it. Dripping in the بلدي ما تخلي لك اللي بي قالوا قالينو قال بي قولوا ود مختلف وانا مالي ولا معلوم كلامه بيقى كتير لكن بأمانة كده بدأنا بدون نصيب. أنا برعي بسكتهم دي بتكون بسيط. صح.
حصلش حاجة ما حصلش حاجة. اوكي اوكي. طريقة فلو لنا مجال بنشوف طريقة ابدا ما في عوج انا زول بريد عدم امامكم عشاني مرتاح نفسيا. Fuck nigga I ain't tripping about y'all. Let me give a little translation. Me I got a bone that a pig on with the pitter patter man I'm over the bit of bullshit that doesn't matter man I grow in a dirty moment about a rap out of the whole circle around all them niggas around all the wonderful say I'm more. Sudan Sudan on top. اسمع من الاول انا بأعلن اي تحدي يغطي على الفلو بارز اللي رماها اي كي كيز على مستوى الوطن العربي. لو عندك حد عنده فلوز اترمت زي اللي اترمت دلوقتي دي وانت من مخضرمين والناس اللي فاهمة وعارفة تعرفوا حد بيرمي فلوز اقوى من كده اي كي اي كيز اي كي اي سودان ريبريزنت وريني اسمع. Thank you for tuning in. Allow me to reintroduce again who this is. I am the spirit that harnessed the blood of the martyrs, the soul of the Nubians. Nigga, this isn't a movie. You looking at the last living pharaoh to roam with the humans. And I got the key to the future, the proof in my pseudonym. Go ahead and Google it. Dripping in the بلدي ما تخلي لقلة دبي قالوا قلينو قلة بيقولوا ودي مختلف وانا مالي ولا معلوم كلامه بيقى كتير لكن بأمانة كده بدينا بدون نصيب. أنا براي بسكتهم دي بتكون بسيطة قفلوا لنا مجال وبنشوف طريقة أبدا ما في عوج أنا زول بريد عدم أمانكم عشاني مرتاح نفسيا. Fuck nigga I ain't tripping about y'all. Let me give a little translation. Me I got a bone that a pig on with the pitter patter man I'm over the bit of bullshit that doesn't matter man I grow in a dirty moment about a rap out of the whole circle around all them niggas around all the wonderful say I'm more particular now more perpendicular to all of you parallels yeah and I'm still slumming like loot family borderline broke motherland boiling like milk that mean that I'm not that mean that I'm not nothing like you yeah yeah nigga move that shit I'm sticking true to my roots whoa. نادين أنا الخامة بتاعتي من أصل النيل من شريط النيل أحس بحب البلد بس أوصل خلاص بطلنا إحساس الإحباط وجي وقت الانتفاضة كأنه خبز بيستوي وأنا شايفة الانتفاخ بيكبر سمولي راجل أبيض واحد فاز حرب من غير دمار أنا بجري مع الأسود وباكل مع الديابة ولما سلاحي يطلق طلقة هتسمع السكوت بعدها. Cut from the class of the ribbon of the Nile. I can feel the love with the city on arrival. We ain't no more feeling low. We on a high note. Big red, I see the dough. It's puffing right up. Name a white man who want a war without violence. I run with the wolves and I eat with the lions. When I take shots, you can listen for the silence. I don't wanna call him out, I'm on the brink. Oh, you don't see me shine, you want a piece. So we built a table, now you want a seat. Everybody know the guy who come just to eat. Like the pyramids of Meroe, you could never bury me. Right over a history, you can't erase a memory. Hold a made of gold, I wear a heavy crown. When you know your own worth, you can never let it down. Built from the ground, seeds planted out. Roots being found, trees coming out. Peace ringing out louder than guns, harder than rounds. We were the ones, we'll be the ones. They ask us how, we always knew. We never doubted, we've been endowed with the legacy of pharaohs. Knowledge is boundless, coughing up power. They come in front of hour, now tell us who the fuck they calling cowards. أحد الملوك من السودان لبر أنه ما بيحبش تقال عليه فليبر دي مش بارات دي محاضرة خد بالك من اللهجة وانت بتتكلم هي مش محاضرة باللغة الإنجليزية لكتشر هي محاضرة باللغة العربية وبالأسلوب العربي لكتشر وللمرة المليونين أنا ما اسميش فليبتر أنا اسمي فليبتر تتفرش قدامي الريد كاربت في الريتز كارلتون في الأوتيل بس لازم أكون أنا اللي معزوم بحاول أشوف أعذار فرحت البيت لسه قاعد بهدوم البيت ولكني في اجتماع أعطيك الزيت هون بس يفتكروني أسبهن أنا ما أعرفش ده معناه إيه ما عنديش فكرة عن اللهجة السوداني قوي فمش قادر أحللها قوي سامحوني. That ain't a verse, it's a lecture. Watch how to pronounce things here, son. It is lecture. So للمرة دقوش لومية, it's not flipter. It is flipter. ده لو مش بعد جداتك دايرة جون في عال red carpet on a red scarlet tawny لكم ما زوم بفتش في excuses سواق عام بهدوم النوم ومكرفس في اجتماع توق ليرة on عطيقة زي دهون السي افتكروني سبايت on تنعيد تايم في بالقدسة بقرتك بشخطب ريز السونج طوب الدقش حدن يا دبك دب الشمر قميص ناشف مصنقر حدد بعد سمصفر صعود بعد مخمر ما حنك تنباك مكجبر هو يا حرامي امشي اقلع الدقن مادي في ايدي كورت وبشوت وبكبورة تكن زمن الفورة انتهى زمن الفوضى في الدهن وهمة زي ركن مورتي موسم واحدة حلقة 11 بمت كراعي سايق بالغلط وبقلب تاتشر الزلط هو الغلطان حدث ما حدث عدس ما فلس فكر يلا. اقتصادي ما بعرفوه كيزان نحن شعب السودان فكر اقتصادي ما بيعرفوه كيزان نحن شعب السودان حق
حكمنا حكومة السودان، احنا اللي خلينا الحكومة حكومة. تحية كبيرة لكل اللي صبروا وسمعوا الاغنية، انا عارف الاغنية طويلة، طولت عليكم. من فضلكم لو عجبكم الاغنية، لو عجبتكم الريفيو، لو عجبكم النقد، اعملوا سبسكريبشن واعملوا فولو، ما تنسوش تعملوا شير. اشكر كل الناس اللي بتعمل كومنتس، كل واحد فيكم، كل واحدة فيكم بتكتب كومنتس، انا بشكركم جدا عليها، بشكركم على السبسكريبشن وعلى الفولو. نشوفكم بعدين.